السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نكمل الدرس في التفسير، وقد وقفت عند سورة العاديات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هذه السورة، سورة العاديات، اسمها سورة العاديات في معظم المصاحف وكتب التفسير، وبعضهم يضيف الواو فيقول سورة والعاديات. وهذه السورة 11 آية، وهي هذه السورة قيل إنها مكية وقيل إنها مدنية. وهذه السورة أيها الأفاضل أيها الإخوة تشتمل على 3 مواضيع. الموضوع الأول وهو 5 آيات منها، وهي والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، وهي مقدمات تعتبر قسما أقسم الله تعالى به. والموضوع الثاني منها الحقيقة التي أقسم الله عليها أو جواب القسم في ذلك، وهو أن الإنسان لربه لكنود. ثم الموضوع الثالث أن الله وعظ عباده وذكرهم في آخر السورة في قولها فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وندلف إلى تفسير هذه السورة، وفيها من الفوائد الشيء الكثير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. يقول تعالى والعاديات ضبحا. الواو عند العرب تسمى هذه الواو واو القسم، والمقسم به العاديات، وجواب القسم إن الإنسان لربه لكنود. والعاديات ضبحا، العاديات العدو أصلا هو الجري السريع والركض السريع يطلق عليه عدوا. فالله سبحانه وتعالى يقسم، قيل أنه إن المقصود بالعاديات الخيل، وهذا الذي عليه العلماء، وقيل أن المقصود بالعاديات هي الإبل التي تعدو وتركض وتعدو بسرعة في خروجها من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، وذلك في منظر رهيب ورهيب وجميل ورهيب في خروج الحجاج إلى منى في رمي جمرة العقبة في يوم في 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 في, في يوم العيد. فالله سبحانه وتعالى، وقيل أن المقصود بالعاديات المقصود بها الخيل، والعاديات هذه هو الركض بسرعة والجري بسرعة يوصف به الإنسان ويوصف به الحيوان. هنا وصف الله الحيوان بالعدو، وكذلك كان قوم من العرب في الجاهلية مثلا تأبط شرا، الرجل الذي لقب بهذا تأبط شرا كان مشهورا بالعدو السريع، بمعنى أنه لا يستطيع أحد أن يلحق به. وكذلك صاحب لامية العرب الشنفرة كان مشهورا بالعدو ويفخر بذلك، كما في قصيدته المعروفة لامية العرب التي مطلعه أقيموا بين أمي صدور مطيكم إلى آخر الأبيات، في ما يقرب من 50 بيتا زادت أو نقصت. وكذلك كان سلمة بن أكوع وهو صحابي من صحابة النبي عليه السلام كان مشهورا بالعدو السريع، يعني بالجري السريع. فالمقصود أن العدو يوصف بالإنسان ويوصف بالحيوان، والله تعالى هنا وصف الخيل بالعدو السريع.
ولعل البعض يسأل كيف يعني تكلم الله وأقسم الله بالعاديات، فنقول إن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه الدال على عظمته، فهو تعالى أقسم بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وأقسم بالفجر وقيل فجر يوم عرفة وقيل فجر يوم النحر، وأقسم بالضحى إلى ما وإلى غير ذلك، فأقسم بالعاديات، وذلك كأنه ثناء ومدح للمجاهدين في سبيل الله والذين يمتطون الخيل ويركبون الخيل، وهذه الخيل من سرعة جريها وعدوها أنها تعدو عدواً، وأنه يصدر من وأنه ينبعث من صدرها صوت اسمه الحمحمة، وهذا الصوت يطلق عليه الضبح، يطلق عليه الضبح، والعرب تقول إن الذي يضبح الثعلب والكلب وكذلك الخيل. والمقصود من سرعة جري الخيل في الجهاد في سبيل الله، والله يثني على المجاهدين وعلى الخيل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وفي قوله من قوة صار يعني من قوة، ثم فسر القوة صلى الله عليه وسلم قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، والآن الاختراعات والحديثة والأسلحة العظيمة في هذا العصر بل إلى قيام الساعة قائمة على الرمي، قائمة على الرمي. المقصود أن 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 أن, أن هناك صوتا ينبعث من صدر الخيل في سرعة عدوها يطلق عليه ضبح، يطلق عليه ضبحا. أما الذي ينبعث من فمها فيطلق عليه الصهيل. فرق بين الصهيل وهو الذي ينبعث من فم الخيل، وفرق بين الضبح وهو الذي ينبعث من صدر الخيل حال سرعتها وجريها. وأن هذه الخيل من سرعة جريها يسمع لصدرها صوت اسمه الضبح، وكذلك بحوافرها تضرب بالحجر وتضرب بالصخر، فينبعث من ذلك شرر وينبعث نار من سرعة عدوها. فالله تعالى يقول والعاديات ضبحا، وهي الخيل، فالموريات قدحا، في حال سرعة ركضها تلك الخيل فإنها يحدث منها أنها توري النار، تقول العرب أورى النار، يعني أوقد النار. فهي تضرب بأقدامها على الصخور فينبعث من الصخور شرر وينبعث نار. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. قيل عن الموريات قدحا غير القول الأول الذي قلناه وهو الصحيح من أقوال العلماء، أن الموريات قدحا أنها وصف لحوافر الخيل عندما تضرب الصخر وتضرب الحجر فينبعث منه شرارة ونار. قيل عن الموريات قدحا أقوال أخرى، وهي قيل المقصود بالموريات قدحا هي نيران المجاهدين إذا أوقدوها في الحرب في سبيل الله، فإن من ضمن طرق في تخويف أعدائهم أنهم يورون ويوقدون نيرانا ليرى العدو كثرتهم أو يوهم العدو أنهم جمع كثير. وقيل عن الموريات أيضا قول آخر، وهو مكر الرجال وفطنة الرجال وذكاء الرجال وما تقدح أذهانهم وما يجري الله سبحانه وتعالى على ألسنتهم من الفصاحة والبلاغة والبيان. وقيل المقصود بالموريات قدحة هي نيران الحجيج إذا أوقدوها بعرفة أو مزدلفة وما فيها من الهيبة وكثرة الناس وغير ذلك. فالمقصود أن الصحيح من أقوال العلماء أن الموريات قدحة هي الخيل إذا ضربت بحوافيرها في الصخر أو الحجر فانبعث من الحجر والصخر نارا أو شرارا. يقول النابغة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، يعني أن هذه السيوف مالت
وانحنت وتكسرت وتشققت من قراع الكتائب من ضرب الجيوش. تقد السلوقية المضاعف نسجه وتوقد بالصفاح نار الحباحب. فالمغيرات صبحا. ثم تكلم الله سبحانه وتعالى عن هذه الخيل والركائب التي تغير على العدو في الصباح، لأنهم أكثر ما كانوا يغيرون، يغير بعض الناس يغير لا يغير تغير الجيوش بعضها على بعض، كان أكثر ما يغيرون في الصباح. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع أذانا أمسك عن الـ عن الـ عن الإغارة، وإذا لم يسمع أذان فإنه يغير، وكان يغير صلى الله عليه وسلم بالصباح. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وكذلك قوله تعالى: فساء صباح المنذرين. فالله تعالى يقسم بالخيل إذا أغارت في الصباح في مواجهة العدو، ويقسم بالذين يركبون على الخيل في الجهاد في سبيل الله، وذلك لعله ثناء على الجهاد في سبيل الله. ثم هذه الخيل إذا هجمت على العدو فإنه ينبعث من أقدامها النقع، والنقع هو الغبار من سرعة جريها، وأنها تتوسط في وسط المعركة من شجاعتها تتوسط، فوسطنا به جمعا، لأن النقع هو الغبار، والإثارة عند العرب تحريك الشيء الساكن، والنقع هو الغبار، كما قال حسان بن ثابت: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع، يعني الغبار، تثير النقع موعدها كداء، يعني ستغير عليكم الخيل، يقول حسان بن ثابت: ستغير عليكم الخيل من الجانب، من جانب كدى أو كدي في مكة، كدى المعروفة يعني. فيقول: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا، يعني فوسطنا به الجمع أن هذه الخيل تتوسط وسط المعركة من قوتها وشجاعتها في المعارك. وقيل أن المقصود بوسطنا به جمعا هو يتكلم عن مزدلفة والجمع وغير ذلك، والصحيح فوسطنا به جمع المقصود بها الخيل. ثم الله سبحانه وتعالى بعدما أقسم بما شاء من خلقه بالعاديات، والله له أن يقسم بما شاء من خلقه بخلاف المخلوق، فإنه لا يجوز له أن يقسم ويحلف بغير الله، فمن حلف بغير الله فقد أشرك، كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، وقال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. فلا يجوز الإنسان يقسم بالأمانة أو الشرف أو يقسم بالنبي أو غير ذلك، فهذا كله من الشرك. أما الله تعالى يقسم بما شاء، فالله لما أقسم بالعاديات بواب القسم، والعاد مقسم بها جواب القسم: إن الإنسان لربه لكنود، يعني إن الإنسان المقصود به الكافر أو الإنسان الفاجر، ولعل أنه يكون على العموم أحسن كما ذكر الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلم. إن الإنسان لربه لكنود، يعني جحود للنعمة، يجحد نعم الله عليه، فتجده بدل ما يقابل النعم التي أنعم الله عليه بالشكر يقابلها بالكفران. والله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. والعلماء يقولون: إن النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. فلا ينبغي الإنسان أن يقابل نعم الله بالكفران، بل يقابلها بالشكران. ويكون الشكر بماذا؟ باللسان، بأن تحمد الله وتشكره على هذه النعم. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أمسى أو أصبح فقال: أصبح فقال اللهم ما أصبح بي من نعمة وبأحد من خلقك منك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر صباحه أو مسائه، إذا أمسى كذلك قال. والشكر يكون بالقلب، أن تعترف بأن النعمة من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ولا تكن كما قال قارون: إنما أوتيت على علم عندي. ثم يكون الشكر أيضا بأن تسخر جوارحك في طاعة الله. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتعبد لله ويصلي من الليل، فتقول عائشة: ما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ما تأخر، رضي الله عنها، فيقول عليه الصلاة والسلام: فلا أكون عبدا شكورا. فيكون شكر النعمة باللسان والقلب وتسخير الجوارح بطاعة الله. ولذلك قال الشاعر العربي: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فالله سبحانه وتعالى يقول:
إن الإنسان لربه لكنود. وأيضاً من أوصافه السيئة وبعض أوصاف الناس السيئة قال: وإنه لحب الخير لشديد، الخير يعني المال، وإنه لحب الخير لشديد للمال. وطبعاً قد يقول الشخص يقول إن حب الخير شيء غريب، حب المال شيء غريزي، نقول صحيح، لكن إذا كان حب المال سيصرفك عن طاعة الله ويجعلك لا تنفق المال في وجوه الخير فهو مذموم. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وتحبون المال حبا جما. فالله يقول: وإنه لحب الخير لشديد، وإنه لحب الخير لشديد. فينبغي للإنسان أن ينفق ماله في سبيل الله سبحانه وتعالى لكي لا يصبح مذموما ذمه الله، كما في هذه السورة: إن الإنسان وإنه لحب الخير شديد. ثم توعد الله هذا الإنسان المتصف بتلك الصفات المذمومة أنه يجحد نعم الله، أو أنه لا يسخر نعم الله في طاعة الله، وأنه يبخل بالمال، وإنه لحب الخير شديد، وأنه لبخيل بالمال ولا ينفق في وجوه الخير. فالله توعد في الأخير قال: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. فسيعلم الإنسان عندما يبعثر ما في القبور، ويخرج الناس من قبورهم ويجازون على أعمالهم، أن الجاحد للنعمة وأن الذي لا ينفق ماله في سبيل الله أنه سيلحقه عذاب. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم، يعني يوم القيامة بهم، إن ربهم بهم سبحانه وتعالى، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وربهم تعالى خبير بهم في كل حال وفي كل حين، ولكن يومئذ لا تخفى منكم خافية، ولا يجادل أحد في علمه سبحانه كما كان يجادل في الدنيا. فالخبرة تظهر ظهورا ضروريا لا يجادل فيه أحد. فالله الله أيها الإخوة أيها الأفاضل، بالتحلي بالأخلاق العظيمة الجليلة، وذلك بأن الإنسان يعني يعمل ما أمر الله سبحانه وتعالى به من شكر النعم ومن إنفاق المال في وجوه الخير على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، انصر به دينك وأعلي به كلمتك. اللهم وفقه ولي عهده لما تحب وترضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.